اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد اللهم ارزقنا حسن الظن بك وقوة التوكل عليك اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا تعلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة اللهم ارفع درجاتهم في المهديين وألحقهم بصالح سلف المؤمنين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فرج كربهم وارفع ضرهم يا رؤوف يا ودود يا قدير اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء لأبداننا اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله شاهدا لنا يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهد نساء وشباب المسلمين اللهم ردهم إليك ردا جميلا اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا محروما من ذرية إلا وهبته اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا.